المعارضة السودانية تعلق العصيان الشامل ضمن أخبارنا الخمسة لهذا اليوم. مساء الخير متابعينا. خبرنا الأول من أمريكا، حيث انقلبت شاحنة كانت تحمل أكثر من 130 مليون نحلة في ولاية مونتانا، ما أدى إلى توقف كامل لحركة المرور. ورصد مقطع فيديو ينتشر على الإنترنت عدداً هائلاً من النحل يتطاير في السماء فيما كانت الشاحنة منقلبة وسط الطريق. وبعد الحادث جرى إيواء النحل الذي تم السيطرة عليه والذي كان في طريقه من كاليفورنيا إلى ولاية داكوتا الشمالية. وفي بريطانيا، أعلنت دار سوثبي للمزادات في لندن أن خصلة من شعر المؤلف الموسيقي الألماني الشهير فان بيتهوفن ستعرض للبيع في مزاد علني، لافتاً إلى وجود قصة طريفة وراءها. وقالت الدار أن قصة هذه الخصلة بدأت عندما طلب عازف البيانو النمساوي أنتون هالم الذي كان يعزف مع بيتهوفن من الموسيقار الشهير خصلة من شعره ليعطيها إلى زوجته. ووفقاً للقصة المتداولة، أعطى خدم بيتهوفن العازفة خصلة من شعر الماعز بدلاً من ذلك، وحين علم غضب كثيراً، فما كان من بيتهوفن إلا أن يعطيه خصلة حقيقية. وهذه هي المرة الثانية التي تباع فيها خصلة من شعر بيتهوفن خلال 20 عاماً، والتي قد يصل سعرها هذه المرة إلى 20,000 دولار. في خبرنا الثالث، انتشرت على مواقع التواصل لقطات مؤثرة لابن المسعف محمد الجديلي الذي توفي متأثراً بجراح أصيب بها خلال أدائه واجبه الإنساني في مسيرات العودة شرق قطاع غزة. وظهر نجل الجديلي في لقطات مؤثرة خلال جنازة والده وهو يقوم بالهتاف والبكاء واحتضان جثمانه أثناء تشييعه. قدمت أمريكا طلباً رسمياً للحكومة البريطانية لتسلم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس لمحاكمته باتهامات ذات صلة بالتجسس ونشر معلومات أمنية أمريكية حساسة. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن أسانج اعتقل فيما يتعلق بطلب تسليم مؤقت من أمريكا، وأنه متهم بجرائم تشمل إساءة استخدام الكمبيوتر والكشف غير المصرح به عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني. ومن المقرر عقد جلسة استماع الجمعة المقبل أمام المحكمة في لندن، وفي هذه الجلسة تسلم السلطات الأمريكية أدلتها التي تدعم طلب الترحيل. خبرنا الأبرز من السودان، حيث أعلنت قوى الحرية والتغيير تعليق العصيان المدني مؤقتاً لإعادة ترتيب الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر. في حين اعتبر المجلس العسكري الانتقالي أن تشغيل شبكة الإنترنت يهدد الأمن القومي للبلاد، وكانت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة قد انهارت بعد فض عنيف للاعتصام في 3 يونيو الجاري، ما أسفر عن مقتل العشرات. لكن تعليق العصيان المدني من قبل قوى المعارضة تصرف ذكي، فاستمرار الاعتصام لفترة أكبر بعد نجاحه من شأنه أن يفقد تلك الوسيلة تأثيرها. ففي بلد يعاني من التدهور الاقتصادي قد لا يستطيع الكثيرون أن يصمدوا، وعلى ما يبدو نجحت المعارضة في أن تشعر المجلس العسكري بقوتها وتأثيرها وما تستطيع أن تفعله عندما تقرر المواجهة. بهذا الخبر نختتم موجز اليوم من عربي بوست. ما هو أهم خبر بالنسبة لكم؟ أخبروني في التعليقات أدناه، وتأكدوا من متابعتنا على صفحات فيسبوك، إنستغرام وتويتر. أراكم في موجز جديد.